شغله ما احب اتكلم عنها كلها، والحين بتكلم عن موضوع اللي اثارته شجون. صار لها 48 ساعه شان الحرب العالميه الرابعه الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه على ان شنو، على انها راحت تسوي راح تسوى مسرحيه ماتيلدا. حسن الرئيسي ومعاه مجموعه، كنا حسن البلام شريك في الموضوع، الحين ما عندي ديتيلز كامل، وان هي كان فكرتها وما ادري شنو، وان هذا لحظه اول شيء حجيه شجون. ماتيلدا انت سألت سؤال، انت ما قلت لين فكرتي، هل انت قدمتي ورق في هذا الموضوع في هذا الصدد؟ حبيبتي ماتيلدا حالها حال سالي، حالها حال شو اسمه سندريلا، هذا من الادب العالمي. يعني مو انت اللي سويتي، انت اللي سويتي ماتيلدا. ماتيلدا موجوده يعني من قبل ما انت تجيني الدنيا. فيعني الهجوم وسالفه الكبتشره ومنزله في الستوري والناس يدشون عند حسن الرئيسي يغلطون وما شنو، ترى يعني حسن الرئيسي ترى يعني ويوسف ترى محترم صدقيني، لو مو محترم كان كل الناس اللي دش اللي انت هل يا حال اللي يوم من عندك راحوا له سبوه يقدر يرفع عليهم قضيه، وما شاء الله يملين من وراء نيابة الأحداث. بس يعني يواش يواش لا تستذبحين وايد على سالفة فكرة، ترى على فكرة قبل ما تتحجين ترى ما يصير اللي يتحجى يعني اللي بيته من إزاز شجون لا يحذف الناس بحجارة. أبسط ما فيها تبين تحجى عن سالفة الفكرة، تذكرين يوم ما أنا كان من إزاز لا يحذف الناس بحجارة. اوكي قلت شلون بيته من ازاز، اشوف لما انتي لما انا اعطيتك فكره اغنيه تقوم اوكي، وكان وانتي معترفه في لقائك في الاذاعه ان الاغنيه فكرتي اللي كتب كلماتها والحانها بعدين بشار الشطي، لما جيت ونزلت الفيديو ما حطيتي اسمي. ها شوف انا كنت اقدر ارفع عليك قضيه، كنت أقدر أسوي وايد عليك وعلى الجهة المنتجة من أول وجديد، لأن هذا الحق الأدبي. بس الواحد ما بس الإنسان يتهاوش على شيء يسوى، ما يتهاوش على شيء ما يسوى. وأنا يعني أنا عموما يعني من يوم ما مديت إيدي لك أوكي قضيتيها و 2014 وسحبت نفسي، حتى لما رحت عند ألاء دشتي مرت طين الميك اب ونياب طاري وقلت يا لا يا انا احبها وما ادري شنو، بس ما ادري شنو وخرنا، انا اللي وخرت. يمكن ما تحبين تقولينها بس لان انا اللي وخرت، لان قراري لما اسوي شيء زين عند احد ويعض ايدي اهده وتركه، لو ولد امي وابوي ما في انسان انا اوقف حياتي عليه. وإذا أنت معتمدة على اللي حواليك إنهم يترزقون الله من حولك، أنا مو في الإطار نهائيا. أنا ميل عيدان وأظل ميل عيدان، شجون لا تزيدني ولا تنقصني أبدا. أوكي ثانيا سالفة إن أنت تجيرين متابعينك يروحون يغلطون على حسن الرئيسي بهالطريقة، هذا شيء غير مسموح. لما الريالي يبي يتكلم وياك بأدب تقولي له هذا هذول أهلي، هذول أهلك عندك، أهلك مكانهم وين؟ بيتك مو بيوت الناس، تخلون يغلطون على الناس بهالطريقة، فانش شفيك يعني انت محسستني ان انت كلش ما شاء الله ما تقومين من على المكتب من كثر ما قاعد تكتبين مؤلفات. يعني فكرة قلتوا يلا خلينا نسوي سالي، خلينا نسوي ماتيلدا، خلينا نسوي البؤساء، خلينا نسوي ما تشن خير حجية. نعم كبري شوي، كبري إنسان ينضج. يوم انت مو صغيرة 32 33 سنة، مو صغيرة يعني. اوكي شو
سبحان الله، النية مرات مالتك الكبر اللي فيك، الكبر اللي جاي من التكبر، هذا اللي يخلي بعض أعمالك ما تنجح. ترى أنت لما حين ولا مسلسل لك نجح بالفترة الأخيرة نهائيا، لا المواجهة، لا سامحني خطأت، لا ساق البامبو، لا ماكو. أنت الوحيدة اللي نجح لك مسرحية تومورو، بس هذا اللي نجح لك، غير كذي ما فيش. النية مطية. شنو الناس؟ الناس خسرت بشر، خسرت دول، خسرت. أنت ذابحة على فكرة من الأدب العالمي يا أخي، بسيطة سويها الحين. شمس الشموس، سندريلا سوتها هدى حسين، وسوتها رجاء محمد، وسوتها زهر الخرجي، وسوت نعم. ما شوفهم شالوا سيوف ولا حطوا بوست شوفوا باقوني سووه ما ادري شنو. ليلى والذيب مو سوتها هدى حسين؟ كحذا كم سوتها يا نادر كندري؟ نعم نعم والله. ركزي على شغلك بدل ما تدشين تدورين من اول وجديد. راجعه، قلنا تعدلت، قلنا طخت، اعادت توازنها. لا، طلعنا اعاده التوازن ما هو اكثر من دور من ادوار الشجون. وللاسف اقول لك، لا ينفع معاك نصيحه ولا ينفع معاك نقد، حاله ميؤوس منها امانه. عندك ان الله خلقك ما خلق غيرك، وهذه مشكله. ان مع ان الدنيا لما خلقت عبد الحسين خلقت مليون نجم يمه، بس كل نجم، النجم له لونه وقدرته وأداءه الخاص ونجوميته الخاصه. بس مشكله عبد الحسين ما قال انا بس انا الوحيد ما في غيري، لا في غير. حياه الفهد نفس الطريقه، هذول النجوم نتعلم منهم الف باء تاء التوازن النفسي الفني.